فهمنا بقى ابوكي. انا لسه بتقلي فهمت علي؟ عيب عليكي. بعدين انا استاذ قوميه مو جاي من الشارع. اسفه بابا مو قصدي. بس تعرفي السلام عليكي، احيانا انت بتحكي كلام ما شاء الله عليك كبير كثير، واحيانا بتحكي كلام بلا طعمه. انت ذات نفسك مانك فاهمه شو عم تقولي. والكلام يلي حكيته هلا من انو نوع؟ لا هلا وين؟ كلام فاضي ومصدي. زعلتي؟ لك بابا حبيبه قلبي انت، انا طلبت منك بس موضوع لاجتبك وظيفه عن مرض نفسي واحد عشان بكره قدام الاساتذه يبين انه فهمان. طرقتي لي محاضره عن تاريخ الطب النفسي. قومي بابا بهي المحاضره بالذات حكيت لك عن كذا مرض نفسي. ما بدي. قومي. ايش بك معصب؟ لك قومي. لك ايدك. قومي من هون. قومي. ما شاء الله اجت القوه وهلت الانوار. لك امل حياتي انت. بلاها سيره امل. طيب منى حياتي بنتها لامل. دخيله يا امر. ايه حبيبي الشاطر خلص درسه الخصوصي؟ مسخري. لا لك مسخري. اساسا انا ما بحس حالي غبي الا قدام اولادك. اساسا اولادك على نكشه بجنوا. على نكشه؟ هن في وزن براسهم وطاقوا، بس الحمد لله الاثار الجانبيه كانه دريت خفيفه. بلا مسخره جهاد. في وضع كتير خطير جوا. بنتك سلمى فوت لها كاسة شاي وشوية كعك. قلت لها طمنيني ماما أمورك منيحة. قالت لي والله يا أمي كأني حاسة ذاكرتي صايرة ضعيفة شوي. قلت لها أي درجة صايرة ذاكرتك ضعيفة؟ قالت لي ماما شوية الذاكرة ضعيفة. شي الأسمة. هلأ بلشت أزمتي.